بيت فيها. بده يتجوز؟ ايه والله يا فريال، مع اني حكيت معه كثير وفهمته قلت له هذا شيء غلط وما بصير تكبر اكثر ما بتشاهد. قال لي لا يا عمي اذا ما كبرت لا ما بتزعل. هيك لكان اجواز قبرصي ان شاء الله، الله لا يشبعه، لك يقول لحاله انه متجوز تنتين اللي عم ضربه. لك حكيته هالكلام يا بنت عمي، والله يا فريالي وحكيته، بس ما في مين يسمع، لك بتعرفي شو قال لي؟ شو قال؟ قال لي انا بعرف اني متجوز سنتين والشرع سامح لي باربعه. الهي اربع حياة يا بتورصه من بب عينه يا حق، اتركوا علي، انا بعرف شغلي معه، هذا ما بيجي الا بالرقص. لك لا يا فريال، يعني نحن بدنا نهدي ونروق، ما بدنا نشعلها نار. ولك انا اللي بدي شعلها نار وبدي احرق عليها واطيها، بدي احرق الاخضر واليابس، ولك ما بيكفي انه عطينا البنت لهيك ناس شرشيح ومبهدلين. ابن عمي؟ عيون ابن عمك. بكره بتروح بتجتمع فيه وبتقول له نحن طالبين الطلاق. لا يا ابو من شان الله لا تقولي له هيك، الله يخليك يا عمي نافذت عليها. خلصي وليك؟ خلصي؟ ولك ما بتفتحي كلمك بكلمة فهمتي؟ ولك اتركيني انا اتصرف انا ادعم مصلحتك. لا حول ولا قوة الا بالله.